الخير مشاهدين ومتابعين برنامج فلسطين هذا الصباح. فقرة حكاية الأجداد لهذا اليوم رح نتعرف على قصة حب استمرت لأكثر من 60 عام مع الحاج أبو فراس والحاج أم فراس من قرية كفر مالي. يسعد صباحكم حجاجنا. أهلين. شكرا. حاج أبو فراس، لو تعرفنا كيف أنتوا بلشت قصة حبكم من أكثر من 60 عام. والله هذا حب شريف اسمه، مش حب لهمدة، حب شريف. هي تستحي وأنا أستحي. حب شريف، أروح عند أخت اللي هناك متجوزة مع أخوها 10 دقائق ربع ساعة وأطلع، مش كأنك ساعتين مثلاً. وهي نفس الشيء تيجي عند أختها متجوزة عندنا، عند أختها تروح تيجي تروح تيجي. تعرفنا على بعض، مش قلت لك يا ابن الحلال الكلب اللي بيحب والعين اللي بيشوف. خالتي فراس، لو تعرفينا كديش أنتوا حبيتوا بعض قبل ما تتجوزوا؟ يعني صارت القصة يعني حب شريف. ما كنتوش تتواصلوا مع بعض من مرة؟ لا أبدا. بجمل في المدة 5 سنين مرة أو مرتين نحكي مع بعض. كيف كانت حياتكم قبل الجيزة وكيف صارت بعد؟ والله حياتنا قبل وبعد مثل بعض، كماها لليوم ولن بكرة. يعني بنحب بعض، هي بتحبني وأنا بحبها بالعربي. طب شو أنتوا كنتوا تسووا في أيام زي شو كنتوا تعملوا في في الخلا وشو كنتوا تسووا بالضبط؟ شو نحصد حصيدة، الحصيدة هناك، وننكل على الدابة على الحمار، نحمل الزرع ونوديه على سامية ويروحوا يدرسوه هناك ويروحوا. هذه بكت حياتنا قبل. نروح نجيب الحطب من البرية على الدواب ونوكدوا، يعني مبسوطين في هالحياة وماشيين. المهم الحاصل بكوا يحبوا بعض أحسن من اليوم. إحنا بودينا ابننا هناك 500-600 دولار عايشين فيهن وبتدفع عن جميع شو بضل منها أخرى. ما إحنا اثنين، والبنت بنت المرأة هي بنت ابني عمرها 26 سنة، هي غرفتها. قلت لها هذه غرفة إلك بتدير، بتضل عندنا، هي بتدير بتمسع عنها وبتطبخ وتجلب وبتسوي جميع شيء، تشتغل في رام الله وبتيجي مخلصة جامعة. بنت ابني كبيرة، هذا هو تبحر علينا. واليوم بالنسبة للحياة أحسن، للأكل والشرب والشغلات هذه أحسن. قبل بكوا عايشين على أي إشي بيمشي معهم، انطبخوا عدس انطبخوا مجدرة انطبخوا بيمشي معهم جميع شيء. هنا بكوا يبنوا هالدار، يعقدوها بعكاد حجر ناري، يعقدوا الدار هذه، يصيروا شوبش يدقوا الشباش ومش عارف شو، يا معلم دق الغالك سبحان الرب الخالق مش عارف إيش، هيلموا على بعض. دق الغالك يعني آخر حجر يحطوه في آخر العقد من فوق مثل الكبة يقدر يحطه، وما يحطه يصير شوبشو. واحد أبو من ديرجي هذا دائما يزم العتال يعتل الحجر، بس يرمي الحجر يدق الشباش يشوبش في اليوم 20 مرة على دار أهلها، الدار اللي قبل ما انهدت. هذا هو العقد، يغنوا غناني يشجعوا بعضهم. طب كان في عون بين الناس زمان يا حاج؟ كان يعاونوا بعض. ولا البلد في عرس أو في عقد دار تشيل البلد ترجع، يعاونوا بعض، يقدروا صف 30 واحد من حج يناول من دبش كبير كذا تشنون، يناول ظل مثل المزراب الدبش، يعقدوا الدار مثل كد ما تشون الدار كبيرة أو غرفتين أو ثلاث، ساعتين زمان تقدر معك هنا. تمام. بعدين الطبار يحلوه، طبار يطوبروا برتم بزيتون وهالشغلات هذه ناعم على أساس يرشب الطينة عليه تحته وزبطوه. خالتي تحكي لنا كيف كان، شو بتتذكري أنت من عرسك؟ كيف كان، شو بتتذكري، شو صار أشياء في العرس، تفاصيل العرس، أشياء صارت معك في العرس، فستانك شو صار بالضبط؟ مكان قبل اللي رتبوهن على الخيل ويأخذوهن على دار العريس. 66 تقدم لنا سيارات. بس أنا يعني وقتي صار إن الوحدة تطلع في السيارة ويأخذوها على دار العريس. شو بتتذكري أغاني كانوا يغنوا لك إياها قبل ما تطلع من الدار العروس؟ شو في أغاني كانوا يحكوها؟ يقولوا كم اطلعي كم ارتبي من حالش، حطينا حكوك أبوش وخالش، كم اطلعي ارتبي من لوحدش، وإحنا حطينا حكوك أبوش وجدش، يعني هالشغلات هذه يطلعوا فيها. جزيل الشكر لك حاج أم فراس مسعد حمايل والحاج أبو فراس أحمد حمايل على كل هذه التفاصيل. نعم مشاهدينا، كانت هذه تفاصيل حياة الحاج أبو فراس والحاجة أم فراس، أحبوا بعض من 60 عام وما زال هذا الحب يكبر أكثر وأكثر. انتظرونا بفقرات جديدة للحكاية الأجداد على برنامجنا فلسطين هذا الصباح.